كيف أضع سوراً بيني وبين المعاصي حتى لا أقع فيها بكل سهولة؟ الجواب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كلما التزمت بالنوافل كان بينك وبين المعاصي سور عظيم. وهالشي جربته أنا باليوم اللي بقصر فيه بالنوافل، بلاقي حالي غرقان من فوق لأجري بالمعاصي. باليوم اللي بتمسك فيه بالنوافل، يعني اللي هي 12 ركعة باليوم، بكون يعني بهاليوم أفضل من غيره من الأيام، وبعيد عن المعاصي أكثر من غيره من الأيام. فأنا بتمنى على نفسي وعلى إخواني أن نحافظ على 12 ركعة باليوم، يلي هني من صلى لله 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، دال على الخير إيش؟ كفاعله. وما تنسى تشترك بالصفحات اللي هتطلع على الشاشة عشان يوصلك كل جديد.